أسوي معاكم اليوم كبسة الربيان بنكهة البرياني. شلون يعني؟ يعني كبسة وبرياني بطبق واحد. راح يكون شلون؟ مو نفس طريقة البرياني نحط العيش المشغول وفوق حشو الربيان وفوق صوص البرياني، لا، راح نحط كل المقادير بالجدر ونكبس العيش عليهم، فراح تصير كبسة ولكن بنكهة البرياني. المهم هي وصفة تأليفية بس لذيذة وراح تحبونها. أول شيء بحط سمن، وبحط البصل، على ما تنقل البصلة بعطيكم شيء يخلي البرياني مالكم، أو إذا بتطبقون هذا الطبق كبسة البرياني يخليه أحلى من مال المطاعم. شوفوا، جربوا هذا المغلف، تلقونه بالجمعيات، اسمه سوهانا خلطة البرياني. تدرون شنو خيال ريحة الخلطة؟ كنا برياني مطعم أشاز. لما تفتحين المغلف وتشمين ريحة البهارات، والله ريحة مطعم أشاز كذي بالضبط. تستخدمونه حق برياني لحم، برياني دياي الخضرة، برياني الربيان، حق طبق اليوم. المهم جربوه، يصير كذي داخل مغلف في مجموعة من البهارات، بس الريحة مطعم أشاز باختصار. يعني حين أحط البهارات، إذا مو موجود عندكم حطوا بهاراتكم المعتمدة عندكم بالبيت. نحبس البهارات، طبعا لا تشمون الريحة، لا تشمون الريحة، شي خيال. إنزين، إذا ما عندنا بنت الهاشمي هذا النوع من البهار شنو نحط؟ حطوا هيل، ورق غار، نجمة اليانسون، كزبرة، كمون، شنو بعد؟ بهاراتكم المشكلة اللي تستخدمونها حق السمك مثلا إذا بتسوين سمك، أو بهارتش مشكلة اللي تستخدمينها حق الدياي إذا بتسوين دياي، شنو بعد؟ يعني أنتوا حطوا تشكيلة البهارات اللي موجودة عندكم بالبيت، فلفل أسود، شوية كاري. أنا بحط الحين الثوم، ثوم مبشور، وبحط الفلفل الحار، ونحمس. طبعا انا مقصر على النار عشان لا يحترق البهار، بس تطلع ريحة الثوم انزل الطماط. الحين حطيت الطماط، اوكي، وبحط اللومي الاسود. انا قلت لكم هو برياني على كبسة، فبنجمع بين الطبختين، وبحط الملح. وبحط شوية ماي علشان تذبل الطماطة تمخمخ، بعدين أنزل الربيان. الطماطة خلاص تمخمخت، الحين انزل الربيان. شوفوا خلطة برياني، بس الفرق ان بنكبس العيش على الخلطة اللي سويناها. هذا الربيان فرش، ومنظفين الظهر وشايلين كشورة. طبعا ترى هذا من زمان، يعني من قبل الحظر، انا ادري بتسألوني من وين مفرزين احلى كمية. اوكي، اقلب الحين الربيان على نار عالية. طولت على الشولة، اقلب الربيان. طبعا المرحلة هذه لازم بسرعة، لان الربيان بسرعة يستوي. وايد يسألوني ليش الربيان يصير معنا مطاطي، لان تطبخونه زيادة عن الوقت اللي يحتاجه. ترى الربيان حده 10 دقائق، 15 دقيقة يكون مستوي. فكثر ما تطبخونه زيادة، كثر ما تطبخونه زيادة، كثر ما يصير معاكم عرض، يصير مطاطي. فشوفوا الحين، أنا الحين مو بحمس الربيان وبكبس عليه العيش، فهو راح يطبخ مع العيش تقريبا 20 دقيقة. فهذه الحمسة أخليه كذي بدقيقتين بس علشان يكمل سوا مع العيش. ولا تحاتون يستوي، ترى الربيان من يشم ريحة النار يستوي، كلش ما ياخذ وقت. الله، الحمسة هذه يبي لها خبزة، خبزة خبزة خباز. يلا الحين بحط قوطي روب،
تقدرون تحطون روب او تحطون شو اسمه كوكونات ملك، حليب جوز الهند. وخلطة البرياني جاهزة. ايش رايكم بالاختراع العجيب؟ كبسة بنكهة البرياني. احب الاختراعات هذه اللي اللي اللي, اللي شو اسمه اتخيلها بمخيلتي واطبقها. المهم بحط الحين العيش. اوكي، عيش بسمتي مغسول ومنقوع. هذا الفرق بين الطبخة هذه وبين البرياني، ان انا العيش ما فحته ما سلقته. هذه شبستها على المكونات اللي حطيتها، اقلب العيش واصب الماي الحار وبس خلصت طبختنا. تقدرون بهذه المرحله تضيفون نعناع، تضيفون كزبره، شبنت، اي نوع خضار انتوا تفضلونه مع البرياني تقدرون تضيفونه. تضيفون بازاليا اذا تحبون. انا حبيت اليوم يكون البرياني كذي بس مع ربيان او الكبسه عفوا. صب الماي، وهذا الماي الحار. بسم الله. بس مجرد انه يغطي العيش وارتفاع تقريبا 1 سنتي فوق العيش وخلصنا. بذوق الملح بس كنا يبيله شوية. ترى تقدرون تسوون نفس الوصفة على دياي، على لحم، بس اللحم يكون مفيوح مسبقا. على صدور دياي مثلا. اخلي العيش على نار عالية لين يشرب مية، بعدين اقصر على الشولة واغطي الجدر واترك جدري على نار هادية من ربع ساعة الى 20 دقيقة. سلامتكم وتعيشون. طبعا اقدمه مع الخضرة والروبة وبس، واحلى عشوة. شوفون جمال العيش وجمال لونه. بس الحين بقصر على الشولة وبغطي الجدر. نرجع لكم بعد شوية إن شاء الله وقت النشاب. وخلص عشاي اللذيذ. شوفوا شكله يفتح النفس. يلا ننشب. بسم الله. يا رب وزينت بالليمون والنعناع وبحط كذي رشة بقدونس. بسولف لكم عن هذا الشيء، جربوا وتسوونه. هذا علمتني طريقته واحدة من المتابعات، قالت لي بنت الهاشمي ذاك اليوم أنا ما أدري شنو طابخة، كانت تقولي جربي تقدمين معاه بصل منقوع بعصير ليمون وسماق، جربي وايد لذيذ. وفعلا حتى اللي ما يحبون البصل راح تحبونه. بصل عادي قصوه كذي شرايح وعصروا عليه ليمونتين وحطوا عليه سماق ولفوا بنايلون وخلوا كذي ينقعبوا نص ساعة ساعة بالثلاجة، وبعدين قدموه مع أي نوع عيش. خيالي طعمه، وتخف منه ريحة البصل وطعم البصل، فيصير وايد أحلى. كذي حبايب قلبي خلصت كبسة البرياني بالربيان اللذيذة. جربوها، الطعم خيالي، طعم العيش يهبل. وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. الحين عن إذنكم بنتعشى.